مواقف من السيرة من الصعب نسبتها إلى الإسلام. بنتكلم عن أم قرفة، بنتكلم عن عصماء بنت مروان، بنتكلم عن كعب بن الأشرف، بنتكلم عن سلام بن أبي الحقيق. هذه السيرة التي كتبت في العصر العباسي، كيف نتحدث عنها وكيف ننسبها إلى الدين؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. السادة المشاهدين، أهلا بكم. من لازم نعرف إن السيرة انكتبت بعد 200 سنة من عصر النبوة، في عصر الدولة العباسية. عصر الدولة العباسية كده بشكل سريع، واحد زي أبو العباس السفاح لما أمن الأمويين المدنيين اللي هم مش بيحكموا ودعاهم إلى العشاء، انقلب على عهده وضربهم بالعواميد زي ما بتقول الكتب، وفرش عليهم الحصير وهم بيفلفصوا كده، واتعشى عليهم وهم بيفلفصوا بيموتوا، وقال ده احسن عشاء اتعشيته في حياتي. نبش قبور الامويين وخلاها تراب، ولما لقى مش عارف جثه هشام بن عبد الملك ولا مين سليمه صلبها وجلدها وحرقها. نيجي لابو جعفر المنصور، قتل عمه لانه برضه شك فيه كده، وقتل ابو سلمة الخلالي اللي هو كان تقدر تقول عليه منظر الدعوه، سيد خطب الدعوة بتاعته. أبو سلمة الخلال قتله. طبعا أبو مسلم الخراساني وزير دفاعه قتله برضه. وبعدين لما قال نفس الزكية أعطاله الأمان، يعني وإن هو خلاص، يعني طبعا كان في صراع ما بين أبناء العمومة، ما بين أولاد ابن عباس وأولاد فاطمة أو أولاد علي بن أبي طالب، ومن ضمن الأحفاد اللي هو محمد نفس الزكية، وكان هو يعني زي الإمام يعني في عصره. فأعطاه الأمان، فقال له أمان مين؟ بعت له رسالة قال له أمان مين؟ أمام عمك؟ ولا أمان أبو سلمة الخلال؟ ولا أمان أبو مسلم الخراساني؟ عايز يقول له أنت مالكش أمان. في هذا العصر كتبت كتب السيرة. كتب السيرة فيها مسحة عنف. هل هي مسحة عنف الدولة العباسية نفسها اللي عايزة تدي هذه المسحة وتعطي أفعالها قداسة دينية؟ وهو الأحداث دي مش ممكن تكون تنسب الى الدين باي حال. يعني بيتكلموا عن مثلا زيد بن حارثه وام القرفه. ام القرفه دي كانت زعيمه في قومها، قالوا كانت مخلفه 12 راجل، وقالوا كانت مخلفه 30، وطبعا كان بيتجوزوا صغيرين، فالرجاله دول خلفوا رجاله، بقى عندها قبيله، بقت قبيله اسمها ام القرفه، وهي الكلمه المسموعه ليها ام القرفه، لدرجه ان كان بيتضرب بيها المثل في العرب، يقول لك اعز من ام القرفه. ما هو عندها 30 راجل، وال 30 راجل كل واحد خلفه 20 30 40، فده بيتكلم عن قبيله مليئه بالفرسان. ويقال او كما تذكر الكتب ان هو اول ما راح زيد بن حارثه انتصرت عليه، يعني هزمته وقتلت له ناس وكلام من ده. فجاب مدد وراح لها بقى وحاصرها. ولما انتصر عليها كما تقول الروايات ان هو علق رجليها بين جملين او بين حصانين وخلاهم يمشوا. يعني ده الفشخ بالمعنى الحقيقي مش بالمعنى المجازي اللي بيستخدم حاليا. وبعدين مش عارف خدوا راسها ولا خدوا طرحتها وعلقوها في المدينه. العبرة من يعتبر ومن يحاول أن يتصدى لسرايا المسلمين، حالات الرعب يعني، إن كان الحدث حقيقيا، وأنا أشك في ذلك بهذا الشكل يعني، وحتى لو حقيقي مش ديني، دي نقطة مهمة هنتكلم عليها بعدين. كعب بن الأشرف ده قتل غدر، يعني مش كعب بن الأشرف ده وحش. طب أنت كنت الرسول كان في هذا التوقيت، وأنا قلت قبل كده في حلقة قبل كده جبت الحديث بتاع البخاري وحللته وقلت إن هو مش منطقي وحاجات زي كده، بس احنا بنفترض انه كان في حدث. طب الرسول او النبي رئيس دولة، ما يجيبوا القفاوي حكمه، ما ينزلوا مبارزة راجل لراجل زي ما علي بن ابي طالب مع ناس كتير في الخندق وفي بدر وغيره، ما كان عنده فرسان مبارزين يعني اقوياء. ابو المقتول بن هشام يعني عنده فرسان، ما يروحوا ايه راجل لراجل كده ويروح احنا نقتلك ويقتلوه، او يحصروا القصر بتاعه ايا كان، يسجنوه ايا كان، يعني قصدي ايه في بدائل، مش بقى يروح اخوه بالتبني او بالرضاعه ويقول له تعالى معايا ويشمم لي راسك، والحركات اللي ايه الخداع اللي حصلت دي بتاعت ايه كعب بن الاشرف. برضه سلام بن ابي الحقيق اللي يروح مش عارف ايه، محمد بن سلمة يقتل واحد، وعبد الله بن عتيك يقتل واحد، والخزرج خدوا شرف قتل مش عارف كعب بن الاشرف، فدول ياخدوا شرف قتل، اغتيال اغتيال. وبعدين تيجي بقى كتاب زي منهج الحركه للسيره النبويه يقول لك ايه الاغتيال في الاسلام، الاغتيال السياسي في الاسلام، ودي شرعيه دينيه
وطبعا عصماء بنت مروان قالت شعر. طب هو فين الشعر؟ احنا لغايه دلوقتي نقوله البيت الذي قتل صاحبه بتاع المتنبي. فيعني اذا كان في شعر هي قالته ده كان سبب في قتلها، يبقى فين الشعر اللي كان سبب قتل عصمة بنت مروان؟ احنا دونا المعلقات ودونا اللي هو بعد كده قال عليه طه حسين ان هو يعني منحول، بس نفترض ان هو مش منحول وكان في معلقات وفي قصائد شعريه، فابيات شعر قتلت صاحبتها مش موجوده، مش مكتوبه، ما حدش دونها. دي مشاهد. برضه مشاهد تانيه نلاقي مثلا على سبيل المثال هند بنت عتبه او عزت كما تقول كتب السيره لوحشي العبد الحبشي ان هو يقتل حمزه بن عبد المطلب، وان هو لو قتله هيبقى حر، وفعلا ضرب الرمح وكان رايح الحرب مركز ان هو يقتل ايه في احد تقريبا، انه يقتل حمزه بن عبد المطلب عم الرسول عشان يعني تحرق قلبه لان اتقتل لها ناس وحاجات زي كده، لان اخواتها اتقتلوا وكلام من ده وابوها ظن. المهم يعني في ايه في بدر. فالمهم ايه قتل حمزه كما تقول الكتب وهي حاولت تاكل كبده، فيقوم الرسول عليه الصلاه والسلام يدخل بقى مكه وتجيله هند بنت عتبه متخفيه ويقول لها لا انت عزيزه في الاسلام عزيزه في الجاهليه. يقوم يتقال وحشي كما تقول الكتب مش عايز اشوف وشك، يعني انت كده مش عايز اشوف. تقول لها طب ما هي المحرضه دي هي اللي حاولت تاكل الكبد، يعني المذنب الاكثر مين في قتل حمزه بن عبد المطلب؟ العبد الغلبان اللي وعد بحريته ولا المراه اللي دفعت الاموال وحاولت تاكل الكبد؟ والمفروض ان الاسلام لا فرق لعجمي على عربي الا بالتقوى. انما كما تقول الكتب لاحقا ان لا كان في تفرقه بين العربي والعجمي، وان ده كان سبب وكان بيسموه الموالي وكان منعهم دخول المدينه، ما عدا المغيرة بن شعبة اللي هو يعني ايه استأذن لأبو لؤلؤة المجوسي لأنه كان صنع ماهر وحداد وحاجات زي كده كما تقول الكتب برضو اللي كتبت بعد 200 سنة في العصر العباسي. فكان في تفرقة، وده كان يقال انه كان سبب قيام الدولة العباسية اللي هي اعتمدت على الفرس، ان هم كانوا حاسين ان هم ميزين العرب عن العجم، ولو كان مرة كما تقول الكتب ايضا ان واحد من الموالي اللي هو الفرس يعني اتجوز عربية واعتبروا ان هذا زوج غير كفء وطلقوه منها وركبوه حصان بالمقلوب ومشاكل شهروا بيه، لان ازاي مولى يتجوز عربيه؟ وده المفروض ان هو لا فرق لعجمي على عربي الا بالتقوى. والمفروض ان بلال الحبشي كان مؤذن الرسول وكان له مكانه كبيره جدا في عصر الصحابه والتابعين، وهو كان عبد الحبشي واللي حرره ابو بكر الصديق. ففي قصص مش منطقيه. النقطه الثانيه اذهبوا فانتم الطلقاء. اذهبوا فانتم الطلقاء، انما يتقال ان بني قريظه اتقتل منهم كل من انبت 700 واحد عشان الخيانه. طب الخيانه دي كانت لمين؟ لقريش. طب قريش اذهبوا فانتم الطلقاء بني قريظه يتقتلوا كلهم كل من انبت كما تقول الكتب؟ هو ممكن يكون حصل خيانه وربما يكون حصل قتل، بس الزعماء 12 15 20 مش كل الايه؟ مش كل القبيله. فليه ليه كما تقول الكتب انه يتعامل مع اليهود بالطريقه دي وان هو يتعامل مع قريش بالطريقه دي؟ هو كان في نزعه لاحقه ربما تكون نزعه عربيه، وممكن تكون امور سياسه، يعني في امر وربما موضوع اذهبوا فانتم الطلقاء، قريش قويه هي زعيمه العرب وكان عايز يخشها من غير دم تكون داعمه للاسلام، وفعلا بعد كده راحوا حرب الطائف بقى في حنين وحاجات زي كده وبدات الجزيره العربيه تبقى كلها اسلاميه. ربما كان اليهود بينافسوه في الديانه فكان دي مشكله وبيشككوا في نبوته فكان عاملين لهم قلق، انما دول اسلموا فخلاص الموضوع انتهى وكده الاسلام ايه ينتشر بهذه الطريقه. يعني بعض الاحداث لو حقيقيه نفسرها سياسه، انما ما نسيبهاش للدين، لان زي ما قلنا الرسول كان بيمارس سياسه، جزء من حياته كان بيمارس سياسه بس مش باسم الدين. نفرق الحته دي عشان الحته دي مهمه جدا، بيمارسها منطلق سياسي، بيمارسها منطلق سياسي، حتى لما قال عمر بن الخطاب قال لك ايه كان يعطيكم اللي هم المؤلفة قلوبهم اللي هم موجودين في نص في القرآن اللي هم بياخدوا من الأخماس، فقال لهم كان يعطيكم الإسلام ضعيف، وقال ابن حسن ومش عارفوا مين اللي هم ايه زعماء قبائل وان هو كان بيديكم الإسلام ضعيف، قال لها ده معنى كده. وراح يفسرها محمد عمار يقول لك ان دي كانت من امور السياسة وليست من امور الدين، ان عمر بن الخطاب فسر هذا القول انه كان من امور السياسة مش من امور الدين حتى رغم انها موجودة في نص قرآني. يبقى في حاجات الرسول مارسها منطلق سياسي ما نستطيعش ان احنا نعتبرها جزء من الدين ونقتدي بيها وتعتبر منهاج لطريقه حياتنا. فدي نقطه ايه
حساسه. هو طبعا كان العرب بشكل او باخر او القبائل العربيه كان فيها غلظه وفيها قسوه، وربما كان العقاب البدني من ضمن الحاجات اللي هي العقاب البدني، الجلد، القتل، وكلام من ده بالسيف، واشهد عذابهم وطائفه من المؤمنين في الرجم، يعني كل الحاجات دي، او في الجلد يعني بالنسبه للزانيه، كل الحاجات دي كان جايه في زمن معين اللي هي زمنيه النص. دي نقطه مهمه جدا. يبقى في اهم حاجه ان في كلام، في احداث لو اعتبرناها حقيقيه وانا اشكك في معظمها، لو ومقصود بيها كان الطعن في الاسلام وتشويهه ربما من قبل النساخ، وحتى لو في موقف نفسره ان هو حصل بشكل حقيقي، فيبقى ده مش قدوه، مش قدوه دينيه، مش منهاج ديني، ويبقى في اغتيال سياسي غدر باسم الاسلام واسم الدين. باسم السياسه اللي انت عايزه بقى، هو باسم السياسه في الماضي وفي العصر الوسيط وفي الحاضر، السياسه ما فيهاش هزار، السياسه فيها مؤامرات، فيها دسائس، فيها جاسوسيه، فيها كل ما فيها من موبقات، انما ما ينسبش هذا للدين ويبقى جزء من الدين ويبقى اسمه الاغتيال السياسي في الاسلام او الغدر بقى في الدين. او ما ينفعش الدين يبقى فيه غدر، فيه قتل بغير حق، فيه قتل امراه بهذا الشكل ومقرفه، لا. ففي الاغلب العام معظم هذه القصص منسوس على عصفوان بن طمران وغيره، وحتى بعض الاحداث الحقيقيه ان هو موضوع تفضيل قريش وان هو ذهبوا فانتم الطلقاء كان متشدد شويه مع يهود خيبر او مع يهود بني النضير لانهم بينافسوه دينيا وبيشككوا في نبوته وحاجات من هذا القبيل، وعشان يبقى في وحده دينيه انهم دول هيسلموا خلاص، فانت هنا هيبقى الجزيره العربيه كلها مسلمه، فيبقى ده امر سياسي، انما ما نعتبروش امر ديني حتى يستمر حتى الان. يعني ما ينفعش نعتبره امر ديني ان هو يستمر لحد ايه حتى الان، بعض الامور الفقهيه اللي هو زي مثلا عدم دخول المسيحيين او ما شابه ذلك، يعني انا قصدي ايه الامور بهذا الشكل كانت سياسه وكانت زمنيه ولم تكن دين. برضو زي ما قلنا تاني نأكد ان هذه السيرة كتبت في عصر العباسيين، العصر اللي كان فيه خيانة وفيه غدر وفيه كل المصائب، وربما كان عايز يدي شرعية دينية لها مثل هذه الافعال، فكتبت السيرة يعني على عين الحاكم، لان ابو جعفر المنصور هو اللي جاب الاول حاجة ابن اسحاق ده وقال له عايزك تكتب لي السيرة، وبعد كده لقوها يعني مبالغ فيها شوية او ربما صعبة جدا، فابو اسحاق لما كتب السيرة بتوصية من ابو جعفر المنصور لقوها صعبه شويه، فرعمين تهذيب ابن هشام، نسخه ابن اسحاق مش موجوده، نسخه ابن اسحاق مش موجوده، تهذيب ابن هشام. انما اللي خد منه بعد كده كتب السيره اللي هو الطبري اللي هو مات 300 وكسر، يعني بقى في اواخر عصر عباسي، يعني ما حضرش ابو جعفر منصور الناس دي، او كان حضرهم وهو طفل ربما، مات 314 او 315. فاحنا بنتكلم ان الطبري بقى هو اللي اسس للسيره بشكل حقيقي، وجي بعديه بقى ابن كثير وابن الاسير وكل الكتب اللي جت لاحقا عن الطبري، اخذت من الطبري يعتبر. هو خد من تهذيب هشام وكمل وزود واضاف، انما النسخ نفسه مش موجوده اللي ايه النسخه. فاحنا هنتكلم ان كتب اتكتبت على اعين الحكام وفيها طعم سياسي وفيها تبرير سياسي او خلط السياسه بالدين، وده اللي لازم نفوق له ونكون مركزين معاه، حتى لو احداث مكتوبه في كتب التاريخ اما ان احنا نقدر نشكك فيها او نحن نقدر ننسبها للسياسه ولا ننسبها للدين. هذه قضيه محوريه، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو شير واشترك في القناه مش مشترك، ولايك للفيديو عشان يصل لعدد اكثر من المشاهدين. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه.